زي ما كنت بتكلم في بداية الحلقة، حقيقي مصر والحمد لله الفترة الأخيرة بتبهر يعني العالم، خليني أقولها بالمصطلح ده فعلا، بالمواهب الرياضية الموجودة عندنا. وتاني هرجع أقول بأقل الإمكانيات، وهتكلم تحديدا عن الألعاب الفردية المختلفة ومن سن صغير جدا، وشفنا ده كتير كتير في بطولات كتيرة. من ضمن المواهب دي زي ما كنت بنوه في الأول عنها شاهد عمرو، هي الحصلة على ذهبية الجمباز في كاس مصر، ولو أقول لكم كم الميداليات اللي احنا حطينا وهي عندها كلها على بعضها 10 سنين. فشاهد منورانا ومعاها والدتها طبعا الأستاذة حسناء الطاهر. بونجور وصباح الفل، وحاجه مشرفه جدا. انا كنت بسال حضرتك يعني عندها كم سنه على كل الميداليات دي، فلا نسمع بقى قصه من الاول. هي صراحه لسه مكمله 10 سنين من يومين كمان يوم 16/7. ابتدت من سن كام لو هي 10 سنين كنت حريصه تحديدا اشمعنى عن او على الجمباز؟ بصي، هو لو رجينا نتكلم ابتدت امتى، يعني من سنتين. لا بجد والله بتحب الجمباز يعني من هي بيبي، يعني كانت بحسي بقى بتعمل حركات في البيت، تتشقلب بقى في جراند كار لازقه على الحيطه كده، فحسيت انها حابه يعني الموضوع، فقلت لازم اشجعها ولازم امشي معاها المشوار ده. فلعبت يعني دخلت خدي عمل التيست في الهليوبلس واتقبلت ودخلت اول بطوله تحت 7 سنين، وجابت على طول يعني ذهب، ولعبت فردي تريو خماسي وجابت ذهب. يعني ما شاء الله التالنت عندها، ويمكن هي اللي خلتكم تاخدوا بالكم. وكانت صغننه يعني عارفه هي بتلعب يعني جسمها صغير وسنها صغير وكل حاجه يعني. شاهد احكي لنا بقى كده، انت بطله فعايزين صوت عالي بقى، عايزين الناس تسمعك، وانت بتفرج عليكي ملايين دلوقتي، خلي بالك انت عارفه ان الاهلاويه بالملايين. فاحكي لنا انت حبيتي الجمباز امتى، حسيتي ان عايزه اتمرن جمباز، عايزه ابقى بطله جمباز، خلي الناس بقى تسمع منك. من وانا صغيره حسيت ان انا بحب الجمباز. كنت في المدرسة بتلعبي في البي اي يعني؟ خلينا نعرف. لا، هو انا كان اخويا بيلعب جمباز. اوكي. فكان بيجي بيقعد يوريني حركات. فانا بقى من وانا بعد كده بدات اتعلم ازاي اعمل حركات، وماما ودتني الهليوبلس وعملت تيست ودخلت. ده احنا شايفين هنا دي كانت فين بقى؟ دي في بطوله في 2021. في ده جمباز ايقاعي بيسموه، بتلعب عارفه هي ايرونيك. اول دخله ليها وقدام جمهور دي طبعا. كانت اول مره؟ لا لا لا، ما انا بقول برضو التمكن ده ما ينفعش يبقى اول مره. لا، هي اول بطوله لها كانت في 2018. اوكي. كانت فين؟ كانت في المقاولين العرب، وحصلت وقتها على خدت الميدالية الذهبية. وبعد كده لعبنا في سموحة في اسكندرية، وبرضو لعبت فردي وتريو هناك وحصلت على ذهبية برضو. وبعد كده يعني بقينا بنلعب في اكتوبر في صالة الشباب هناك في اكتوبر، وفي المقاولين العرب، بس كتير لعبنا في اكتوبر. ولسه بقى احنا مش عارفين رايحين على فين، بس مش عارفه لسه الموضوع ممكن يفتح. لا انا مش عارفه شخصيا، ونلاقي شاهد جالها عقد احتراف بره ولا حاجه هتوديني فين معاها، مش عارفه. بس حلو ان انت عندك برضو استاذه حسناء حته الاندرستاندنج ده، اللي هو انا بنتي تالنتد، انا ليه ما اشجعهاش؟ وفي قصه كمان ان هي صغيره، وقصه كمان ان ما شاء الله صغيره بس متميزه، بس عندها استعداد. بالظبط، هي المشكله عندها استعداد وحابه يعني عارفه. بعرض عليها تلعب رياضه تانية مثلا جنب الجمباز، دخلها سباحه، كونغ فو، اي حاجه، بتقولي لا خلاص هي فوكست على انا حابه الجمباز، لازم اتفرغ للجمباز. حلو جدا. بس من كلامها حضرتك عندك برضو ولاد تانيين في الجمباز. انا السنه دي عدت عليا سنه صعبه. لا نسمع بقى، احكي لنا بقى. ما شاء الله، رابعه ابتدائي. رابعه ابتدائي السنه اللي هي مصر كلها بتتكلم عنها، وثالثه اعدادي. ده شهاده تانية هي. وابني في ثانويه عامه. لا ده كده كتير. ابني في ثانويه عامه. لسه هيخلص ان شاء الله يوم الخميس. ومين فيهم رياضي زي شهد؟ صراحه ما فيش ولا واحد فيهم فلح. دي مفيش ولا واحد يعني غير شهد يعني. بس عارفه ابني عملت له تنس فروسيه، عملت لهم تنس ريشه، اخر حاجه باسكت، بلاي ستيشن.
بلاي ستيشن وهم ولدين الكبار. اولادي ابطال في البلاي ستيشن يعني محدش يغلبهم. بس احنا شاهد بقى بنتكلم في بطل على الارض بقى موضوع تاني. لا بس حاجه اكيد اكيد والدها برده سعيد بيها يعني جدا. طبعا. طب بصي يا شاهد بقى انت البطله الوحيده دلوقتي اللي بنتكلم في البيت وفكره برده ان انت شهاده خلاص ففي بالانس لازم بيتم بين الدراسه وبين لا. الرياضه طبعاً. ازاي بقى تحققي ده انه صعب في السن الصغير تحديدا؟ اتكلمي يا شهد. نسمع بقى منك. انا ساعات الصراحه بغيب عن المدرسه. بصي بدايتها اهي. لا بس بغيب انا جايه لك في الكلام. ايوه بغيب عن المدرسه بس عشان عندي تدريب بس اما برجع بعرف اوفق بينهم الاثنين. وبيخليني ان انا ابقى متميزه في الاثنين. الناجح ناجح في كل حاجه صح كده؟ يعني احنا طب انت عايزه مع انك تبقي بطله في الجمباز تبقي ايه بقى في المستقبل كمان؟ عايزه تدرسي ايه؟ ادرس فنون جميله. فنون جميله، فنانه برضو. بتحبي ترسم؟ بجد والله؟ بتحبي ترسم؟ بتحبي ترسم حلو. برافو عليكي. لا ده انت عندك موهبه بقى استاذه حسناء. لا بصي هي لما بتروح المدرسه اصلا المدرسه ما بتحسش انها غايبه. والله العظيم ما بتحسش انها غايبه لانها بتعوض على طول. انا مش سايباها يعني انا مدخلاها فرنش. هي فرنش فما بتحسش المدرسه خالص انها مثلا مقصره في دراستها وكده فبتبقى على طول يعني دفواراتها معموله. حاجاتها جاهزه يعني حتى جايبه شهاده ايه ممتازه. ازرق. طب حلو حلو ما شاء الله حلو جدا. لا الحمد لله احنا موفقين. انا بهتم بالدراسه جدا يعني. الدراسه عندي هي دي الثقافه اللي عندنا عشان كده اصلا موضوعنا النهارده تحديدا احنا فكره ان احنا عايزين وقلت انا الكلام ده برضو قبل كده كتير انا وكريم البطل تنشئه البطل مش موضوع سهل يعني حتى لو كانت الدوله بتشجع واحنا شفنا مؤخرا بقى لنا 4-5 سنين دلوقتي في تشجيع كبير جدا من قبل الدوله لكن البيت الاساس طبعاً. لو انا في البيت ما بزرعش ده في الاطفال او في ولادي ان انا عايز بطل رياضي ما باخدش الموضوع باستخفاف اللي هو لا خد لي الشهاده الاول وبعدين نعمل مش عارف ايه الثقافة دي لو مش موجودة احنا مش هيبقى عندنا ابطال طبعا فاكيد حضرتك نفسك تبقى ناجحة في دراستها بس في نفس الوقت بتهيئيها ان هي تبقى بطلة ومين عارف ممكن توصل للاولمبيات وترفع اسم مصر ان شاء الله اكيد ده حضرتك شايفاه او رسمه لي طبعا اكيد اكيد يعني ده فخر لينا انها ترفع علم مصر والله الفرصة موجودة بجد فخر لينا صراحة موجودة وهي عندها استعداد يعني في الرياضة لا عندها استعداد جدا يعني. طب لو جت شاهد قالت لك مثلا انا عندي عايزه اروح احترف بره علشان تزيد موهبتها هتبقي برضه همشي وراها انت هتسيب البيت بقى استاذه حسناء هتسيب البيت وتسافر همشي وراها مش مشكله عذر كويس بقى نهرب يعني حضرتك عندك الاستعداد لا بابا فعلا لا باباها يعني ما عندوش اي مانع يعني حلو جدا دي يعني نقطه باباها مهمه يعني على فكره من الناحيه دي يعني ممكن يوفر لها اي حاجه يعني لو تحت لها فرصه زي كده انت نفسك يا شهد يعني بتتفرجي على الجمباز العالمي ولا بس هنا طب احكي لنا انت مين قدوتك مين بتشوفيها الرياضيه اللي انت نفسك تبقي زيها يا بتحب لعيبه كده احكي لنا بقى بلدها ايه عايزه اكيد تحكي لها بلجيكا يا بتحب لا احنا اسمعينا احنا عايزين نسمعك انت هي بنت بلجيكيه اسمها نينا درايد ايوه هي دي عندها كم سنه بقى نينا 21 سنه وخدت البطوله في طوكيو في طوكيو يعني كانت واخده ذهبيه نفسك تبقي زيها بقى طب لو انت جات لك بعد كده فكره ان انا هسافر بره زي ما كنت بقول لمامي دلوقتي وهحترف بره وهتمرن بره فتره ممكن تعملي ده وتسيبي البيت هنا وممكن توقفي الدراسه شويه لا هو ان اوقف الدراسه لا شفتي اهو بس انا ممكن اروح ادرس في حته تانية وفي نفس الوقت تكملي بره صح تفكير كويس برضه لا شهده هيجي منها شهده انا متفائله لا على فكره والله في نماذج كتيره يعني لو حضرتك عارفه اكيد هنا جوده تنس الطاوله هنا عندها يمكن فرق بينها وبين شهد 5 سنين يعني ما شاء الله انا متابعاها ما شاء الله عليها حاجه نموذج فعلا اعداد للبطل الاولمبي شهد فيه البوتنشال ده جدا ودي مش مجامله والله بجد بنتكلم عن حد من سنتين طفل من سنتين قدر ان هو يحصد كل الميداليات دي ففي بوتنشال كبير طبعا.
اتمنى في المستقبل ان فعلا يتم اعدادها ان هي تخش اولمبياد وتحصد كمان ان شاء الله بطولات. دي حاجه اكيد هتشرفنا كلنا بقى طبعا، وتجي لنا هنا قوي ما تجيش هنستضيفك. ها طيب استاذه حسناء، خليني برضو اسالك، اكيد بيبقى في فترات صعبه تحديدا قبل البطولات، التهيئه بتاعتها وازاي بتقعدي تتكلمي معاها، وفي نفس الوقت برضو لما بيبقى في امتحانات بيبقى البالانس صعب جدا، لان ده مهم ليه الاهالي ان هم يسمعوه ازاي ده بيتم في البيت، فكره اعداد طفل ليه ان هو يكون بطل رياضي، لان مش اي اسره بتعرف تعمل البالانس ده بصراحه. بصي، هو في ايام البطوله بيبقى عندنا تمارين كتير، يعني بيبقى تقريبا ممكن نقعد في التمرين لغايه 10 ونص 11 بالليل. يعني في تمارين ممكن تبقى يوميا، يعني عشان بنجهز غير التمارين العاديه، يعني ما بيبقاش في بطوله بتبقى في جدول ماشي، بس بقى لما بيبقى في بطوله بيبقى ضغط وقتها. لما بيبقى في بطوله لا بيبقى في ضغط ولازم ننزل وما نغيبش، وبتبقي مرتبطه ببنات معاكي مثلا في جروب او في تريو، فلازم تنزلي ما تعتذريش. فلا بيبقى عليها ضغط شويه وبتستحمل صراحه، هي بتستحمل. هو الضغط يمكن على يعني على البنت اكتر وعليكوا كمان كاهالي، يعني بتهيالي مين بيروح معاكي اكتر يا شهد التمرينات، ماما ولا مين؟ ماما. يبقى ضغط عليك يعني. فكره برضو هنا ان اكيد لازم ابقى مهيئه كل حاجه في البيت ومخلصه اللي وراكي ومتفرغه تكوني معاها في كل التمرينات، برضو الموضوع محتاج لا صعب. فبحاول يعني انا ما بشتغلش، يعني قاعده في البيت فمفرغه نفسي كله للولاد. يعني فمنظمه يعني شهد وكمال وكريم فمظبطه لهم يعني الحمد لله ربنا يعيني. شهد انا عايزاكي تقولي حاجه اخيره للناس اللي سامعينك دلوقتي، المصريين اللي سامعين شغل الاهلاويه بس، تحبي تقولي لهم ايه بقى؟ على فكره هم بيت اهلاوي، البيت عندي اهلاوي كله اهلاوي اهلاوي. ايوه كده هو ده الكلام. بصي بقى في الكاميرا لو عايزه تقولي حاجه لاي حد دلوقتي الناس سامعينك يلا قبل ما نختم الحلقه. احب اشكر الاساتذه اللي في عندي في المدرسه والمدربين، واحب اقول ان اي اهالي تخلي اولادهم يخشوا الجمباز ان هو هيفيدهم في المستقبل. ده ايه الجميل ده. جود لك ان شاء الله يا شهد، وتبقي معانا لما تبقي بطله كبيره، ومزيد بقى من ان شاء الله الميداليات. اشكرك جدا استاذه حسناء، وبالتوفيق ان شاء الله. ميرسي 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 خالص. هنروح فاصل سريع ونرجع نكمل محاضراتكم، خليكم معانا.